السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوما سعداء بهذا اللقاء المتجدد، ونخصه الليلة بالحديث عن كيف نستفيد من العطلة الصيفية، كيف نملأ أوقات فراغنا بما فيه المصلحة والمنفعة، وأيضا بما فيه طاعة الله عز وجل. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان عظيمتان ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لبني البشر، وعليهم أن ينتبهوا إلى هذه النعم، وعليهم أن يحسنوا استثمارها. من بين هذه النعم نعمة الصحة، أعطاك الله الصحة والعافية فأنت غني وأنت ثري وأنت سعيد. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. والنعمة الثانية هي نعمة الفراغ، أن الله تعالى يعطيك واحد الراحة، واحد الطمأنينة، والشغل يكون قليل، أو ربما عطلة، إجازة، أنت في نعمة شاملة. هذه النعمتين العظيمتين ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يقوم باستثمارها أحسن استثمار، خصوصا أبناؤنا التلاميذ والطلبة اللي عندهم دابا الآن عطلة صيفية ممددة، وهؤلاء يستحقون الراحة ويستحقون المتعة. لقد قضوا سنة دراسية مليئة بالامتحانات في مدارسهم وجامعاتهم، والآن بعد أتعاب كبيرة من الكتب والأقلام، الآن الإنسان يفكر في أنه يستمتع بهذه العطلة الصيفية اللي هي كتعطينا واحد القسط من الراحة بعد العناء الشديد، وهي مكافأة. ربنا سبحانه وتعالى نظم الأوقات، وهذا البشر إلى ما فيه منفعة، هي مكافأة لكل عامل، لكل تلميذ، لكل طالب، لكل موظف، أنه كي يخوض واحد الإجازة صيفية بعد المثابرة والكد عليه أن يرتاح، وهذه ضرورية ومؤكدة، وإلا وقع له تعب. باش نحقوا التوازن النفسي ونحقوا السعادة والهنا والثقة بالنفس، لابد للإنسان بعد سنة بكاملها من العمل والجد والتعب أنه يحظى بوقت الراحة والاسترخاء، ويحظى بفترة فيها النوم العميق، ينام حتى يشبع نوم، ويتحرر من الروتين اليومي، ويتحرر من أشياء كانت مجبرة عليه، لكي يستفيد من نعمة الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لكن الناس هما أشكال وألوان، منهم من يحسن استثمار هذه النعم، ومنهم من يضيعها. احنا بغينا وإياكم في حلقة هذا اليوم أننا نتناصح ونتبادل الأفكار، كيف نخطط لقضاء عطلة صيفية جميلة ومفيدة، كيف نستفيد منها، كيف لا نجعل وقتنا يضيع ويهدر هباء، كيف يمكن أن يكون لنا تأثير إيجابي في هذه العطلة وليس تأثير سلبي. في العادة الناس يفكرون، أول ما يفكرون فيه وهو السفر، أول تفكير السفر. فكان هناك بعض العائلات اللي هما ثرية، هادو عندهم مشكل، المال موجود، فيفكر في أنه يغادر المنطقة الذي قضى فيها أيام وشهور، يفكر في قضاء عطلة صيفية خارج البلاد، يجوب دول أوروبا ويبحث عن الأماكن الجميلة. ذاك فضل من الله،
الله تعالى يقسم الأرزاق. كاين بعض العائلات اللي هما عندهم واحد مستوى ديال الدخل متوسط، هادو كيبقاو بالداخل وكيبقاو يقلبوا على أماكن سياحية جميلة مع وليداتهم، لابد من السفر، لأن كيقول لك سافروا تصحوا، ملي كتسافر كتصح أكثر وكيجدد فيك الشباب. في المثال الفرنسي كيقولوا لي فواياج فون لا جونيس، أنك كتزاد شبابا. حتى الطبقات المتوسطة اللي عندها واحد المدخول كيمشيو إلى كراء إما فنادق وإما شقق مفروشة في إطار السياحة الداخلية وكيستفدوا. وكاين الأسر اللي هي فقيرة أو دخلوها محدود، هادو كيقلبوا صعب عليهم أنهم يفكروا أنهم في السفر لأن الغلاء ديال المعيشة، فكيفكر منهم أنه يديروا الزيارة للأحباب، الزيارة للعائلة، وتكون فيها مجموعة فوائد، فيها صلة الرحم أولا، وفيها اللقاء مع الأحبة، وفيها أيضا توفير للتكاليف. لكن المشكل هو أن الأولاد الصغار هادو خاصهم رحلة وسفر من نوع آخر، ما بغاوش يسافر هو يبقى بين أربعة الجدران، خاصو يقلب على مكان فضاء فيه البحر والسباحة والرياضة، لأنه يريد أن ينمي شخصيته. هنا الحمد لله كنلقاو في بلادنا بعض الأسر اللي عندها ظروف صعبة، كتلقى واحد ظرفية متاحة، وهي أننا نرسل أبناءنا إلى المخيمات الجمعوية. هناك في الوطن مجموعة من المخيمات الجمعوية كتقوم بها الدولة في إطار وزارة المكلفة بالشباب والطفولة، وهذه المخيمات هي مهمة للغاية، لأن الطفل الصغير والشاب والمراهق اللي كينتمي إلى أسرة محدودة الدخل ممكن أن يستفيد من عطلة صيفية ممتعة في شاطئ البحر أو في الجبل، ويلقى مؤطرين تربويين أكفاء غادي يعلموه القيم ويعلموه المبادئ، وغادي يعلموه الاعتماد على النفس، وغادي يعلموه الانتماء للمجموعة، وغادي ينمو فيه الروح الوطنية. مع كل صباح كيكون تحية العلم الوطني والنشيد الوطني، وغادي يعلموا فيه القيم الدينية، كيحافظوا على الصلوات في وقتها وتلاوة القرآن، وكينمو فيه كذلك القيم الإنسانية من تضامن وتكافل وتعارف ومناقشة وبزاف ديال الأشياء مفيدة. هذه المخيمات الجمعوية فيها التلاميذ والطلبة والشباب المراهق والأطفال يتجددون في شخصيتهم ويجددون أنفسهم بعد الدراسة. لكن هذا التخييم لحد الساعة يبدو مازال محدود، رغم الجهود اللي قد تقوم بها الدولة ويقوم بها دور الشباب، وهي جهود مشكورة، ولكن كتبقى دائما محدودة، خصوصا أن المدة التي يقضي فيها التلاميذ هذه الرحلة في التخييم يعني لا تتجاوز 10 أيام. يعني بعد 10 أيام ماذا يمكن أن يفعل هذا التلميذ أو هذا الولد أو هذه البنية؟ يعني يعود إلى البيت من جديد، وربما كيشعر بنوع من الملل. احنا بغينا هذا الملل نتجاوزه، بغينا كيف نستمتع بالجو العائلي في العطلة الصيفية رفقة الأهل والأحباب، وكيف نملأ أوقات فراغنا لقضاء عطلة سعيدة ومفيدة. من بين الوصايا التي ممكن أن نقدمها لأبنائنا وبناتنا هو أنه لابد أن نستغل هذه الفرصة لممارسة الهوايات المفضلة. كاين كل واحد منا عنده هواية مفضلة، وهذه الهواية راه مهمة، لأن بها كنحلوا العقد النفسية. إنسان كيبقى في الروتين اليومي وداخل 4 جدران ومحكوم بنظام حياة، هذا مع المدة غتلقاه مقهور وتلقاه عنده عقد. لكي نفك هذه العقد ويكون الإنسان مبشور، ويكون الإنسان مقبل على الحياة، متصالح مع نفسه، متصالح مع مجتمعه، متصالح مع الكون من حوله، خصو دائما يكون مقبل على الحياة. الحياة هي هبة من عند المولى سبحانه وتعالى، الحياة جميلة بما فيها من نعم. فنقوم بممارسة بعض الهوايات اللي لا نستطيع أن نقوم بها أيام الدراسة أو أيام العمل. ومن أهم الهوايات هي
ممارسة الرياضة. الرياضة كل واحد منا عنده رياضة محببة، كاين اللي كيبغي ممارسة كرة القدم، كاين اللي كيبغي ركوب الدراجات الهوائية لي بيسيكليت، كاين اللي كيبغي السباحة كيشعر بأنه يستمتع أنه إذا غطس في أعماق البحر، كاين اللي كيبغي الرياضة ديال الجري، كاين اللي كيبغي الألعاب الورقية ضامة وغيرها، هذه كلها رياضات وهوايات هي لا مانع منها. بالعكس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وهذا الكلام النبوي الشريف هو يتحدث عن الوضعية البيئية اللي كانت أيام زمان، إنسان كيعيش في منطقة صحراوية وفي منطقة بيئية قبلية، كان الناس محتاجين هاد الهوايات السباحة، لأن الإنسان غادي يمشي للبحر يقدر يتعلم عند السباحة أولا يتفادى الغرق، والرماية كانوا أيام زمان الحروب وكان لابد من أن تدافع على نفسك، وكان الجهاد لابد أن تتعلم الرماية وركوب الخيل. ركوب الخيل كان أيام زمان، يعني أن الفلسفة النبوية الشريفة أننا نعلم أبناءنا الرياضات اللي احنا محتاجين إليها، اللي في المدينة ماشي اللي بحال في البادية، واللي في الجبال ماشي بحال في الوطا، وكل واحد والطبيعة دياله، فنختار رياضة من الرياضات المختلفة والمتنوعة ونعلمها أنفسنا وأبناءنا. مهم، لأن العقل السليم في الجسم السليم، وكنذكروا بأن أيام الدراسة وليداتنا وبنيتنا ما كيلعبوش الرياضة كثير، وحنا بنفسنا الكبار مع الأعمال والشغول والوظيفة ما كتلقات الوقت في ممارسة الرياضة، فهذه فرصة. أحسن رياضة هي المشي السريع، هي رياضة الجري والركض، وأيضا كرة القدم والدراجات الهوائية والسباحة، فهذه مهمة فيها نقرنها بالعبادة، كنديرها أولا فيها منفعة وفيها متعة، ولا ننسى بأنها عبادة، لأن ربنا عز وجل يحب العبد الذي يكون قويا. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بعد ذلك نقوم بتنمية المواهب والمهارات الفردية عند أبنائنا. ولدتنا لابد أنهم يتعلموا، يعني أن العطلة مش مجرد من الصباح إلى المساء إنسان كيجري وكيمشي للبحر وكيمشي كذا، لابد ننميو المواهب والمهارات الفردية عندنا. هذه غتبدأ بماذا؟ بأشياء مفيدة، هي المطالعة. عطلة الصيف هي فترة للمطالعة، ولكن المطالعة ماشي دي الكتب المدرسية اللي فيها الرياضيات والفيزياء والعلوم، هي مطالعة بعض القصص وبعض الروايات ومقالات وشعر، هذا غادي يربي فينا الجانب الفني، غادي يعود إنسان عنده الخيال الجميل وعنده الرؤية الفسيحة وعنده الإحساس المرهف. هذه هوايات مهمة، المطالعة ديال القصص والروايات والمقالات المفيدة والشعر وكتابة، نتعلموا حتى الكتابة، نعلموا ولادنا كيف يكتبوا شي حاجة توقع لي معين في العطلة الصيفية الجميلة، غننميو فيه المواهب والمهارات، يعني راه كيتعلم ولكن كيستمتع بالعطلة دون ضغط. لا ننسى أن بعض أولادنا عندهم مشكل في اللغات، هذه مناسبة نتعلم اللغات. كاين بعض العائلات اللي وليداتهم ما كيقراوش اللغات الأجنبية، هذه فرصة نتعلم اللغة الأجنبية. دابا اللغة الإنجليزية هي اللي لغة السوق، نتعلموها عن طريق الألعاب، أو العكس كنلقاو بعض الأسر اللي هي فرنكفونية وما كتعلمش ولاد العربي، ما كيعرفوش ينطقوا كاع بالعربية، هذه فرصة نعلموهم اللغة العربية أو نتعلم أي لغة مفيدة، ولكن تبقى دائما اللغة العربية هي الأساس، لأنها لغة القرآن، لغة القرآن العظيم نتعلمها، وهي لغة غنية ولغة اللي هي فسيحة ولغة متطورة جدا، ونقرأ اللغات الأجنبية الأخرى، فرنسية إنجليزية صينية اللي يقدر. والطريقة ديال التعلم ماشي بحال ديال المدرسة، هي تعلم عن طريق الألعاب، عن طريق الهوايات، عن طريق يعني كتحصل المتعة والعلم. ثم ممكن أننا نزود أبناءنا بأجهزة الحاسوب وبرامج الحاسوب، لأن الآلية للتعلم الآن صارت هي الحاسوب، يعني إنسان لا يمكن أن يستغني عن هذا، المستقبل للأبنائنا وبناتنا والحاسوب. العطلة الصيفية هي مناسبة
اننا نشري لولدي واحد الجهاز ديال الحاسوب انه يتعلم فيه باللعب، يعني برامج الحاسب الالي المفيده اللي كتناسب العمر ديالو، اذا كان طفل او كان مراهق، وفيها برامج فيها ترفيه ولكن فيها تقنيات، كيتعلم التقنيه سهله باش ملي يدخل المدرسه او الجامعه غادي يلقى راسو بانه كيتعامل مع الحاسوب بكل اريحيه. لا ننسى ايها الاحباب الكرام اننا خلال هذه العطله الصيفيه اننا نعلم ابنائنا قراءه بعض القصص الهادفه، نقراوها معهم، مثلا قصص الانبياء. قصص الانبياء اعظم الشخصيات في التاريخ هم الانبياء، يعني قبل الفلاسفه وقبل المفكرين وقبل العلماء وقبل القاده والزعماء والسياسيين، الانبياء هم خير خلق الله وابناؤنا نبحث لهم عن القدوه. هناك قصص جميله فيها ترفيه وفيها متعه، كنعلمهم قصص الانبياء والصبر والمقاومه والعزه والتضامن والمحبه والتضحيه، هذه كلها مبادئ انسانيه عالميه وكونيه غادي نلقاوها موجوده في قصص الانبياء وما اجملها. ما نقراوهاش بالطريقه الكلاسيكيه اللي كتدعو الى الحفظ والاتقان، هذه طريقه جميله في وقتها، اما في العطله الصيفيه كنقراوها كمسلسلات كافلام جميله وفيها قصص انبياء، فيها راحه فيها متعه. ايضا هناك قصص الصحابه وما اروعها وقصص الصالحين، ثم ايضا القصص الخياليه العاديه ديال اناس عاديين لتنميه الخيال في وتوسيع المدارك، والغايه ان تكون القصص تزرع القيم الاخلاقيه الحميده. كاين اللي من طبعه انه كيبغي فنون اخرى، كيبغي الرسم والتلوين، نوفروا لاولادنا وبنيتنا اذا كان عندهم هذه الرغبه اننا نعطيهم الاوراق البيضاء والملونات، نعطيهم ارسم، يعني خذ راحتك، راه ممكن نكتشف بعض الناس اللي عندهم واحد الطاقات غريبه في الفن التشكيلي وفي الرسم والتلوين، وهذا فن عظيم وعنده عنده عنده مستقبل كبير. فنشوفوا نكتشفوا الهوايات عند وليداتنا ونعطيهم اي حاجه، فعاليات علميه تربويه، لكن ماشي بالروح العلميه في المدرسه وفي الجامعه، لا، بطريقه تحتوي على المرح وتحتوي على المتعه وتحتوي على الفائده. يعني نستثمر هذه الاوقات بما يعود علينا بالنفع، نطور المهارات الحركيه والذهنيه والخياليه والفكريه واللغويه، نطوروها يعني في فتره الصيف، ما نضيعوش الوقت ديالنا، الوقت ثمين. واحد الاشاره مهمه جدا، كاين بعض العائلات اللي هما يعرفوا حقيقه الحياه وكيعرفوا كيفاش يستثمروا، انهم ينضمون مع ابنائهم الى حلقات تحفيظ القران الكريم. هناك بعض الجهات حلقات كتنظمها لتحفيظ كلام الله، اعظم شيء في الوجود كلام الله سبحانه وتعالى، كيحفظوه الوليدات وكيمشوا معهم حتى الاباء والامهات، حتى هما كيحفظوا معهم. وكيكونوا بعض الجهات كينظموا مشاركات في مسابقه القران الكريم للاطفال للبنات، جميل جدا داخل العطله الصيفيه. كاين في الشواطئ وكاين اللي في المخيمات على الجبال وفي البوادي وفي اماكن مختلفه، داخل المتعه الصيفيه كتكون واحد الفقره خاصه بتحفيظ القران، حلقات تحفيظ القران وحلقات المسابقه في التجويد، هذه مهمه داخل العطله الصيفيه. حنا كنذكروا وحنا صغار جدا كنا في بعض المخيمات، كانوا كل ساعه المكانه في النهار فيها القران الكريم، وساعه فيها كره القدم، وساعه فيها الاعمال المنزليه من طبخ وتنظيف وتصبين، وساعه فيها الحراسه الليليه، وساعه اخرى فيها قضاء الحوائج، كتمشي تتقدى في السوق وكتجيب الاطعمه لهاد الناس كلهم، اتور دو غول، كتعلم بزاف ديال المبادئ في وقت واحد. لا ننسى ايها الاحباب الكرام في العطله الصيفيه مناسبه اننا ننتبه لواحد الامر كيفلت منا جميعا، واحد المساله كتهرب علينا، وهي اننا نعود اولادنا وبناتنا على الصلاه في المساجد، لان دائما اولادنا وبناتنا كيعطوا مبررات، انا ما مشيت للجامع نصلي، انا عندي الدراسه، انا عندي عندي التمارين خصني نأديها. دابا الان العطله الصيفيه نعود ابناءنا وبناتنا نمشوا معهم الى المساجد لاداء الصلاه، ونتعلموا التبكير
الى المساجد، بل بعض الناس كيديروا واحد العمل صالح في المساجد، انهم كيقوموا بالنظافه، نظافه المساجد. كتقولوا غادي نديروا غدا، غنديروا يوما لمورا الفجر غنقوموا بتنظيف هذا المسجد. كنشارك معهم، كنجيبوا المواد المطهره والمياه والكراطه والشطابه، وكندخلوا معهم وننظفوا الجامع. واحد النعمه كبيره. انا اذكر احنا الصغار كنا كنقوموا بتنظيف المساجد في المدينه العتيقه، وكنفرحوا خصوصا ملي كنكونوا حنا صغار وكنديروا شي اثم او شي ذنب، وكنقول ربي غضب عليا. ملي كنمشيو للجامع كنبقاو ننظفوا مزيان، كنقولوا كلما نظفت بيت الله ربي غادي ينظف ليا الصحيفه ديالي. وحنا باقي صغار يعني 10 سنوات، وكتشعر بهذه النعمه، وهذه النعمه الحمد لله فاتنا في المستقبل كثير 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 جدا. هذه نعمه عظيمه نقوموا بها، نعلموا بها وليداتنا. كذلك داخل البيت نحاولوا ما امكن نعلموا وليداتنا، الزوجه والزوج، ما نبقاوش دائما غير المشاكل والنفقه والفلوس راه ممكن داخل بيوتنا بمصارف محدودة نجعل بيوتنا جنة. مثلا أننا نجتمع الأب والأم والوليدات ونقولوا غنقوموا بتنظيف البيت، غنعاود نغيروا الديكور، يعني الديكور ديال الشتاء وبقى في الربيع وبقى في الخريف، أجي الصيف نبدلوا الديكور، نحولوا الأتات تاع الغرفة إلى الغرفة الأخرى، وهذه الصالة لهذه الصالة الأخرى، يقسم بالله تعالى كنبدلوا الديكور وكننظفوا، يكون واحد البريق، واحد الجمال، واحد ريحه طيبه كتشمها في البيت. ثم كنقوموا بالمساعده ديال الام في الاعمال المنزليه، يعني الوليدات والبنيات كل واحد نعطوه عمل منزلي، ان في الكوزينه هذا غيطبخ، هذا غينقي الخضره، هذا غيصوب كذا. كنتعلموا تنميه روح المشاركه على الوليدات، كنتشاركوا بعضياتنا، كنشعروا بان الام ماشي دائما بوحدها كتكون في الكوزينه، ولكن الاب كيدخل معها وهو مبتسم، ما يدخلش وهو مقلق ومتوتر، مبتسم ربما كاع يغني كلمات جميله، ومعه وليداته فرحانين وبنيته فرحانات. وكنقوموا بالاعمال المنزليه مشتركه داخل المطبخ، نعد الافطار، نعد الغداء، نديروا سندويتشات، نخرجوا الى مكان جميل ناكلوهم الى ما كانش عندنا القدره على شراء المواد الغذائيه في بعض المطاعم ربما غاليه، نستعمل سندويتشات، نخرجوا بعضياتنا. وهذا فيه روح المشاركة، وفيه تنمية أيضا وتعويد الاعتماد على النفس. كيتعلم الولد من دابا أنه يتعلم ويعتمد على نفسه. كثير هي الأمور التي ممكن نقوم بها. ممكن أيضا أننا نقوم بالتطوع في بعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية اللي كيقوموا بأعمال البر. كاين بعض الفئات من المجتمع أوساط اللي هي محرومة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، كاين الايتام، كاين الناس المرضى. فنديروا ممكن نديروا واحد الاعمال في الصيف تطوع، نمشي لبعض المؤسسه، اما دور الايتام، واما الدور ديال الرعايه الخاصه بالمسنين، واما زياره بعض المستشفيات. نقوموا ببعض الاعمال الخيريه. الانسان ماشي كيعيش فقط للمتعه، ماشي فقط يعيش لنفسه، انه كيعطي شويه من وقته ومن قدرته للاخر المحروم. هناك اناس محرومين، اما ايتام، إما مسنين، إما مرضى، إما معاقين، إما إما إما، نعطيهم مما أعطاني الله، نعطيهم شوية من الوقت، شوية من الاهتمام، وشوية من العطاء اللي أعطاني الله تعالى. لا ننسى أيضا أيها الأحباب الكرام أن العطلة الصيفية هي مناسبة لتفعيل العلاقات بين العائلة، العائلة اللي ربما ما كنشوفوهش بعضياتنا لمدة طويلة بسبب العمل والدراسة. هذه مناسبة نديروا العرضات، عرض عليا مره ونعرض عليك مرتين، ونجمعوا بعضياتنا، ولا يكون تفاخر، يعني كل واحد ملي كيعرض على الاخر القيم الدينيه، يعني اقسم الله لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، حتى لا يكون هناك التباهي والتغالي. الانسان طبعا ما غيفرط، ولكن لا يكلف نفسه، ماشي ياخذ ديون وكريديات باش يقدر يعرض على العائله ويتباهى، هذا غادي نفقدوا القيمه ديال العطله الصيفيه. نجتمعوا، ركنوا ابائنا وامهاتنا والاجداد ديالنا كيجتمعوا على براتتين وفرحانين وسعداء، وكيكون الحكي باش الاسره تعرف بعضياتها، والعائله الكبيره، ولاد الاعمام والعمات، ولاد الاخوال والخالات يتعرفوا بعضياتهم في دار الجد. وسعداتك داك اللي قلبه كبير وديما مبتسم وديما كيتقدى وديما خلق الجو ديال الفكاهه باش كل شيء فرحان، وكيجي وقت الصلاه كيقولوا يلا نصليو جماعه، انت ودي لينا وانت توضاي، انت ما بتعرفش توضى، تتبعني انا غنتوضى ودير بحالي، انت هي ديري كذا. وكنخلقوا واحد الجو جميل وسط العائله، وبعد الصلاه كنقولوا واحد القصه ديال الانبياء فيها موعظه، ومن بعد كناكلوا الطعام والشراب ونبقاو في السمر. حياه جميله جدا بابسط الاشياء.
ايضا رساله اخرى لبعض الاخوات ديالنا للمراه، المراه كاين بعض الاخوات ديالنا النساء اللي هما ربما خدامات وعندهم ضغوطات في الحياه ومسؤوليات، هذه مناسبه ديال العطله الصيفيه انها تنمي بعض المهارات التي لا تجيدها. مثلا كاين بعض النساء لا تجيد الطهي، يعني طول السنه هي خدامه وكتجري والماكله عند الخادمه في البيت، هذه مناسبه البنيه ديالنا والشابات ديالنا والنساء ديالنا يتعلموا اشكال ديال الطهي. كاين اذاعات كاين قنوات كيتعلموا الطهي، يعني كيقول لك اقرب طريق الى قلب الرجل معدته، تعلمي كيف تصنعين المائده. المراه اللي بغات تسيطر على الرجل يعني تشبعوا الماكله، كيقول لك اللحلاحه غلبت السحاره ولكن الطباخه غلبتهم بجوج، اللي كتدير الميده جميله والماكله والابتسامه. الراجل كيقول لك جنتي في بيتي، يعني ما يقلب على برا. ايضا مهارات كثيره ممكن تعلم، فن الخياطه، فن الفصاله، انها تخيط ملابس لنفسها ولاولادها، جميل جدا. هذه فيها حرفه وفيها مهاره وفيها متعه. ممكن انها هاد المراه تحضر لبعض الندوات او بعض الدورات الجميله اللي كتكون بتربيه الاطفال والتنشئه ديالهم وكيف نتعامل مع الجيل الجديد. هذا كله مجموعه من الامور ممكن تعلمها المراه، لان المراه راه هي التريه ديال الدار. الى كانت التريه خدامه مزيان ومضيئه راه العائله كلها فرحانه وسعيده. الى كان ديك التريه محروق ليها الفيزيبل وكانت هي راه حتى واحد ما غادي يكون سعيد. راه كيقولوا الرابح من المراه والخاسر من المراه. وهذه المناسبه للنساء ديالنا في هذه العطله الصيفيه يقوموا بتعلم المهارات اللي فاتوا ربما الوقت وما تعلموهاش او لا يجيدونها، الطبخ والخياطه والتنشئه الجميله للاطفال وخلق السعاده داخل البيت. وهكذا غنكونوا ان شاء الله عطله صيفيه جميله غتمشي في طاعه الله وفي النجاح والفلاح وجمع الشمل. وهي ايام ثم تنقضي وغيبدا الموسم الدراسي وغيبدا العمل. هي الحياه هي هكذا ربنا خلقها وطلب منا كل مرحله وكل محطه نعيشها طولا وعرضا. ايها الاحباب الكرام، بغيت اتساءل معكم ربما حسب التجربه ديالكم والعرف ديالكم والادراك ديالكم، انتم ربما عارفين احسن منا، يعني كيف نتساءل واياكم كيف نخلق عطله صيفيه ممتعه؟ كيف نستفيد من هذه الاجازه وهذه العطله؟ كيف نملا اوقات فراغنا؟ كيف نستغل هذا الوقت رغم ربما غلاء الاسعار، ربما بالقليل يكفي؟ كيف نفعل؟ الكلمه لكم، وسافتح خطوطنا الهاتفيه للتواصل معكم. ارقامنا كالعاده هي 05 22 88 0060 او 61 او 62، او الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 او 51 او 52. وغنبقاو فاصل قصير ثم نعود اليكم لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ويبدو أن الخطوط ممتلئة جدا. نبدأ من أول مكالمة وباختصار. من آسفي معنا السياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عم الحاج كدير، لاباس عليك؟ لاباس مولاي، بارك الله فيك. وكل شيء مزيان، هاني الأمور كل شيء بخير. الحمد لله ونشكر سيدي، الله يطول عمرك السي ياسين. الله يحفظك، الله يبارك فيك. عقلت علي عم الحاج، عرفتيني؟ عقلت عليك الرجل الفاضل الشاب القريب، الله يحفظك ويرعاك. الله يحفظ، الله يحفظكم والله يجزيكم بخير وحافظكم الله ورعاكم. شكرا للاخ مستقبل المكالمات، واستقبلنا استقبالا يعني جميلا. ونهنئك يا عم الحاج على الحج، حج يعني ان شاء الله تعالى مبرور، وسعي مشكور، وذنب المغفور، وتجاره ان شاء الله تعالى لن تفور. يا رحمن الرحيم، اللهم امين ولجميع المسلمين يا رب. الله يجزيك بخير على هذا البرنامج الذي تستفيد منه الأمة الإسلامية داخل يعني أرض الوطن وخارجها. وكنشكر الأمة الإسلامية كاملة، وكنشكر يعني ميت راديو على هذا العمل الطيب الذي، وهذا البرنامج الطيب الذي حفته الملائكة وغشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة وذكره الله عز وجل في من عنده. الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في من عنده إن شاء الله. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين، جزاك الله ألف خير.
الله يحفظك عم الحاج، والله يجزيك بخير. تحياتي لشجرة الأمان، وتحياتي يعني للمحسنين والمحسنات الذين يتعاونون معهم ويساعدونهم إن شاء الله. ويعني الله سبحانه وتعالى رك يجازي أي مسلم ومسلمة وأي محسن ومحسنة. يعني ماذا أعد الله عز وجل سبحانه وتعالى للمحسنين؟ رغيس قيم الله عز وجل من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يسقينا أجمعين من رحيق المختوم الذي ختامه مسك. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. شكرا لك السياسين على هذه الكلمات الطيبة، وتحية للإخوة اللي هم فاقدين للبصر، وهنيئا لهؤلاء المحسنين اللي هم ساعدوا معهم في هذه الأيام، ونفع الله الجميع. والخير إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام سيكون كثير، فضلا من الله وإكراما من الله وإحسانا من الله. شكرا لك أخي ياسين، تحية إليك ولكل الإخوة المكفوفين. وغنتحولوا من أسفي إلى أين؟ إلى سيدي قاسم. معنا للا ماريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أمي الحاج، كده لبس عليك مزيانة واسم بروكا. الله يبارك فيك بنتي، بارك الله فيك. أنا فرحانة بزاف بزاف بزاف، عندي عيد اليوم اللي كنهضر معك أمي الحاج. مرحبا بنتي، أهلا وسهلا بك. ربي يخليك أمي الحاج، الله يطول عمرك والله يخليك صحيحتك. أنا بغيت نعود لك أمي الحاج، وبغيتك تداعى معانا يا رب. بغيتك عمي تداعى معانا، الله يخليك صحيحتك. انا يا مريضه هاد الايام، مريضه عمي الحاج، والام ديالي مريضه بالنسيان، بقات كتنسى مابقاتش كتعقل عمي الحاج. الله اكبر. كانت الام ديالي، حنا ثلاثه البنات مكفوفين، ثلاثه البنات ما كنشوفوش، كانت الام ديالي هي اللي كانت خدامه علينا، كانت تخدم مع الناس في الفلاحه، كانت مسكينه كتجيب لنا الماء، حيت حنا في الباديه ما عندناش الماء بعيد، ما الماء عمي الحاج كان السقاقي وكان البير، ولكن حنا ما عندناش الصحه باش نمشيو نجيبو، كانت امي هي اللي كتقربو لنا. دابا الام ديالي عمي الحاج مابقاتش كتعقل، مابقاتش عمي الحاج كتعقل، كتبغي تخرج بالليل، كتبغي تخرج في النهار. حنا واخا كنا ما كنشوفوش، كنا الحمد لله كنا عايشين باللي قسم الله ومعنا الام ديالنا، كنا فرحانين الحمد لله. ولكن ملي مرضت الام ديالنا عمي الحاج زمنا بزاف. الله اكبر. لا اله الا الله. لالا ماريا، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه الوضعية اجتماعية يعني مؤثرة للغاية، يعني عائلة فقيرة وفيها ثلاثة البنيات مكفوفات، والأم اللي هي كتصرع لهم طبعا هذا النسيان هو أشبه بالزهايمر. عادة يصيب الإنسان ملي كيكثر عليه الهم، الهم يكثر عليه ويغلبه، فالدماغ لا يعود يستوعب الكمية ديال المعاناة فينسى باش يرتاح، حتى لبقى كيفكر كيفكر كيتعب اكثر واكثر. الامر لله من قبل اعطتنا واحد الصوره ديال المعاناه اليوميه، وهذه مناسبه كنذكروا للناس اللي هما مكفوفين، الشباب اللي هما مكفوفين ومكفوفات، انهم ينضموا لهذيك القناه اللي كنذكروها دائما، قناه الهلال للمكفوفين او قناه امل للمكفوفين، ويحطوا الفيديو ديالهم. ممكن بنتي انك تصوري نفسك او الاخوات ديالك في ثلاث دقائق وتكلمي عن المعاناه ديالك وتخلي رقم التليفون ديالك. راه الحمد لله واحد العدد ديال اهل الخير، واحد العدد ديال اهل الاحسان، سواء داخل الوطن او خارج ارض الوطن، راه كينظروا لهذه القناه وكيشوفوا الحالات اللي هي ضعيفه وكيتواصلوا معهم وكيساعدوهم. كاين اخونا جواد من المحمديه، هو اللي المسير، اللي هو مكفوف، هو صاحب مبادرة حسنة كيسير هذه القناة وكيشرف عليها. هذه مناسبة، والإخوان أيضا في أسفي عندهم تما واحد تسيير. هذه مناسبة إن شاء الله تعالى، أي واحد محتاج للمساعدة كيدير واحد الفيديو فيها واحد ثلاثة ديال الدقائق أربعة دقائق، ما يطولش فيها، مركزة، يدير فيها المعاناة ديالو، كيصور فيها النفس ديالو، كيدير الرقم الهاتف. طبعا ليست دعوة للتسول أبدا، وليست دعوة للتبرع أبدا، وهذه دعوة للمساعدة للتضامن والتكافل. هادو إخوان لنا، شباب وشابات في وضعية اقتصادية ربي اللي عالم بهم، راه اللي قال شي كلام يمشي يزورهم وغادي يطالع على الأحوال اللي عندهم، خصوصا اللي في البوادي وفي القرى، غادي يطالع عليهم وغيتأسف. يعني جميع العوارض اللي كتعترض الطريق ديالو غادي يقول لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا مع هذه المناسبه ديال شهر محرم الحرام، موسم الزكوات، الناس اللي كيبغوا يعطوا الزكاه اللي هي فريضه اسلاميه على كل مؤمن عنده القدره على ذلك، ان احسن طريقه من طرق الحسنه هي يدق على هاد الناس
مباشرة يعني بدون واسطة يدق عليهم في هذه القناة، يتواصل مع ذاك المحتاج مباشرة بالهاتف ديالو ويتساعد معه. إذا كان قريب ليه يعطيه المساعدة مباشرة من يدو ليدو، إذا كان بعيد عليه راه كاين المؤسسات اللي دابا الآن كينقلوا ديك إما واحد القدر مالي أو متاع نقدي أو عيني يوصلوا لي حتى لباب الدار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الله بالجميع، الله ينفع الجميع. بنتي ماريا طلبوا الله سبحانه وتعالى يفرج عليك في القريب العاجل، الله يشافي الوالدة، الله يطول لها العمر، اللهم تعالى يزكي لها الأعمال، اللهم تعالى يكتب لكم مكاتب الخير. راه ما سهلاش تكون الأم اللي يمسك داك الطفل في الفلاحة وضعيفة والعائلة فقيرة وثلاثات البنيات اللي هما مكفوفات، لكم أن تتصوروا هذه المعاناة. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يسخر لكم أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الإحسان يتقدمون لكم بالمساعدة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. ونواصل أيها الأحباب الكرام ونتحول اللحظة إلى الرباط مع السي حسني. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاودة ميمونة طول عمر إن شاء الله بحول الله، وحاجة المبرور فهي مشكورة وغنتلم مغفورين إن شاء الله بحول الله يا رب العالمين. يا رب يا كريم بارك الله السي حسني. إلى من حاجة بس عليك شوية كل شيء بخير؟ الحمد لله شكرا مولاي. أمور هانية كل شيء بخير الحمد لله. أكرمك الله خويا أكرمك الله. أمي الحال عندي جوج أسئلة. مرحبا. بالنسبة إنسان لك عنده فلوس مبلوكية واحد مدة طويلة، واش ضروري يزكي عليها من داكشي اللي كيخرج من البنك يشدو ويزكي عليه؟ نعم. أو شنو يعمل؟ نعم. السؤال الثاني، ما هو حكم الإنسان، ما هو حكم شرع الله في الإنسان ربما الإنسان ما كيعرفوش وكيجي شي واحد يقول له عطيني الرقم تليفون ديال فلان وتيقول له هذاك ما يسواش، ولكن اللي كيطلبوا رقم تليفون ما عندوش علم ذاك الإنسان، ما عرفوش شنو كيسوا، ما عرفش قيمته، ما عرفش حياته كي دايرة، يلا كيهضر معاه غير في التليفون، ولكن شنو اللي تيقول له شي واحد عطيني رقم تليفون ديال فلان بغيت نتواصل معاه؟ يعني تيقول له هذاك ما يسواش، راه ما مزيانش، راه خايب، هو ما عندوش علم عليه، ما علمش عليه واش يكذب، يعني ما حكموش هذا الشيء كامل. وحاجه واحده نقولها لك، يعني حتى واحد الحاجه كيديروها بالنسبه، كاين شي بعض المكفوفين ما كي يا ربي سامحهم الله عز وجل ما تيكونش واحد المستوى عالي بحال المكفوفين الاخرين. انا لا لقيت مع المكفوفين عندهم قيمه عاليه، منهم دكاتره، منهم محمد، منهم سميتو معلمين كبار، مرشدين، ولكن كنشوف شي بعض المكفوفين ما قاريينش، ما واعيينش، ما عندهمش، ما عندهمش خبره بالقرايه وما عندهمش علم حتى بعلم، حتى بالقصاحب حتى بحفظ القران ما عندهمش، حتى بالدعوه الرسميه باش يبلغ الانسان بالنطق صحيح ما كاينش، وتيقول شي كلام ما هو ماشي بمستوى، ما هو حكمه في هذه القضيه هذه. واخا مولاي باذن الله تعالى. وبالنسبه لي حامي الحاج بغيتك تغوت لي ضروري ضروري حقا كما قلت لك ما غوتيليش، باغي نسالك على شي حاجه مهمه بزاف غادي في الاستوديو، واش ممكن تغوت لي؟ واخا سي حسني باذن الله نحاول نحتفظ بالرقم ديالك. بغيت نهضر معك اخويا سي الحاج. واخا مولاي مرحبا. الو الو الشريفه. عليك بقيتي. لاباس على الله، الله يطول عمرك، الله يحفظك ويرعاك. انا الحاج انا الاولبنا من فاس اللي تكلمت فيها ديك المره، لا تتكلم على التليفون ديالي. ايها لالا ايها مرحبا لالا. عرفتي انا الاخت لبنى مكفوفه لا؟ مكفوفه هي. ايها قالت عليك لالا ايها لالا. اللي هضرت لك على التليفون الحاج انا هي اللي كنت قلتي لي عطيني نمره التليفون ديالك. ايها اختي ايها. الله يرحم الوالدين. انا بغيت نقول لك شي حاجه، بغيت نفرج عليك شويه على ايها اختي. الاب ديالي مسكين وحق الله مزول الكلوه وعرفتي وكي زعما عنده معاناه كبيرة بزاف، كيخلصوا الدواء كل شهر عندهم 200 ريال، يعني واحد المعاناة يعني قاسية بزاف والله العظيم، واحد المعاناة ما نقولكش كيف دايرة، ولكن اللهم لك الحمد لله نشد بالله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، الله يفرج عليك اختي، الله يفرج لالا لبنى. انا اختي باقي عند التليفون ديالك نتواصل معك ان شاء الله، اللهم تعالى يفرج عليك، اللهم تعالى يعطيك الخير والبركه والتيسير، وربي يجيب لك الرزق الوفير. بغيتك اختي لبنى ايضا انك باش راه كنسقوا مع الاخ جواد في القناه تاع المكفوفين، وان شاء الله تعالى كل اللي بغى المساعده غير يسجل واحد الفيديو عنده تما، راه الناس غيتصلوا به مباشره. حنا في الاذاعه كنحاولوا نديروا حمله تحسيسيه لاهل الخير واهل الفضل، هما يمشوا مباشره للقناه يتصلوا بالانسان المحتاج مباشره ويعطوا ديك الامانه من يدو ليدو بدون واسطه، وان شاء الله تعالى ربي غادي يتقبل من الجميع. الله يفرج عليك ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك. كنشكروك وكنشكر السي حسني، وبغيت نجاوب السي حسني السؤال اللي قال ثلاث اسئله. السؤال الاول كيقول لك عنده فلوس مبلوكين في لابونك، واش يخرج عليهم الزكاه ام لا؟ هما الفلوس اصلا خاصهم يكونوا يتروجوا، المال الا بقى محصون في البنكه غادي يعود جامد، والمال الجامد تاكله الزكاه.
لان الشروط ديال الزكاه ان المال ينبغي ان يبلغ النصاب، خصو يبلغ النصاب. شنو هو النصاب؟ هو 85 غرام ديال الذهب. كنسول الذهب شحال كيدير الغرام وكنضرب الحاصل في 85، الناتج هو النصاب. قد يكون 20,000 درهم 30,000 درهم، كيطلع وكينزل تقريبا في هذه الحدود اللي عنده هذا المبلغ وهو النصاب، وبقى عنده لمدة سنة يعني مر عليه الحول، يعني 12 شهر قمري مر عليه الحول، ثم كان هذا المبلغ خالي من الديون وما عندوش عليه التزامات. خصو إذا كان عنده التزامات أو ديون خصو يعطي الديون لأصحابها أولا، ويكون ذاك المال ملكا حقيقيا له دون شريك. هذا ذاك كيخرج هذا القدر ديال الزكاة اللي هو 2.5%. طبعا ماشي غير المال، راه الزكاة ماشي غير الزكاة المالية، راه كاين زكاة المواشي اللي عنده الغنم وعنده البقر وعنده الجمال، كيخرج بدءا من 40 شات فيها شات، ومن بدءا من 30 بقرة فيها كذا، ومن بدءا من 15 جمل، كل واحد الرقم ديالو. وكاين زكاة الزروع والكروم والثمار ديال الفلاحة، فالعشر أو نصف العشر بالسقي أو بالماء ديال المطر. فاللي عنده هذا القدر من المال وجب عليه الزكاة في هذا الشهر العظيم اللي هو شهر محرم، اللي هو الأول السنة الهجرية، والناس كيعطوا الزكوات ديالهم. لكن عندك هذا القدر ديال المال خصك تأدي، ولا ما أداش الإنسان راه ينقص البركة من المال، المال كيبقى عنده ولكن ينقص منه البركة، والعكس صحيح، إلى أدى الزكاة ديالو ربنا عز وجل يضاعف له الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. كذلك السؤال الثاني اللي قال السي حسني وبسرعة، قال لك شو الناس كيتكلموا بعضياتهم والآخر كينتقد الآخر في التليفون، كيقول لي سولوا عليه، قال لي ما يسواش. طبعا هذا من شهادة الزور أو من قول النميمة، وهذا أخطر ما يحاسب عليه الإنسان. لما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل، قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. قال يا رسول الله أو نوخذ بما نقول بألسنتنا؟ فقال له تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا من حصائد ألسنتهم؟ راش حمل واحد اللسان ديالو كيخرج عليه، اللسان ديالو كيغرقو. اللسان ممكن أن يرفعك إلى أعلى مقام، وممكن أن ينزل بك إلى المكان السحيق. اللي عنده شي لسان خاص لا يقول إلا كلمة حق أو كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. كيف نعود لساننا على أن لا يقول إلا الخير ولا يقول الحق؟ هي تربية. كل اللي مسكين عنده الله يسترنا ويستركم عنده سوء تربية، وعزله النميمة والغيبة وعزله التجريح في الآخرين، وكيسموها من فواكه المجالس، فاكهة المجلس. إلى جلس في شي مجلس خصو يتفكه بالقيل والقال والتجريح في الآخرين، هذه سوء تربية. كيفاش نربي أنفسنا؟ طريقة سهلة لا تحتاج منا إلى الكثير من المعاناة، هي أنك تعود لسانك على الذكر، تعود لسانك على الذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذا اللسان كيتعود فلا ينطق إلا بالخير ولا ينطق إلا بالكلام الطيب، ولا كان شي حاجة سيئة كيستغفر الله تعالى. أما لا خلى نفسك يقول النميمة، راه النميمة أبسط أشيائها أنها من أسباب عذاب القبر. لما مر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على واحد المقبرة ومر على قبرين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فالشاهد عندنا أن هذا الرجل الميت في القبر يعذب، ما هو السبب؟ كان يمشي بين الناس بالنميمة، يقول القيل والقال، واللي كيشهد واحد الشهادة راه من الزور، راه اللي كيقول واحد الكلام واحد الإنسان راه ما يسواش، هو ما عارفوش وكيطعن في الكرامة ديالو، وقع في قول الزور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالكبائر ويحذر منها، لما قال بأن الكبائر هي الشرك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف والسحر، إلى أن قال وشهدت الزور ألا وشهدت الزور نهيتكم عن كذا كذا ألا وشهدت الزور، بقى كيقول حتى قالوا ليته سكت ليته سكت. شهدت الزور هو تشهد في واحد الإنسان بالزور والطعن في الكرامة ديالو وتسيء السمعة ديالو، واش غتستفد؟ غتستفد بأنه سوف يأخذ من حسناتك،
فإذا فنيت حسنتك أخذت من سيئاته. فنطلب الله تعالى يا ربنا جميعا تربية حسنة. الرب يربي، طلبوا يا رب ربنا على الإيمان واليقين والكلام الطيب. أما القضية الأخيرة اللي قال سي حسني أن بعض المكفوفين يعني ما قاريينش وعندهم بضاعتهم قليلة وكيدخلوا في القرآن وفي الدعوة، أي نعم يا أخي الفاضل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني القرآن الكريم فيه آلاف الآيات. نأخذ آية الأولى الحمد لله في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذه آية، هذه لا إلى خطبت الناس وقلت لهم كيقول لنا الله من فوق 7 سماوات احمدوني، الحمد لله، احمد الله وحده لا تحمد معه غيره، احمد الله تعالى رب العالمين، شكون هو الله؟ هو رب العالمين، يعني النظام العالمي كله، رب المسلمين واليهود والنصارى والإنس والجن والحيوانات والمخلوقات كلها، رب العالمين. شنو العالمين؟ هو كل ما سوى الله يسمون العالمين. هذه آية، قال النبي الكريم بلغوا عني ولو آية. وأعظم آية هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أعظم آية، إياك نعبد، يعني توجه الخطاب للخالق، يا رب نحن لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بأحد إلا أنت، هذا قمة التوحيد وقمة العقيدة الصحيحة. فهاد الناس إلا كانوا مقارينش ولكن عندهم واحد الروح الإيمانية وكيبغي يبلغوا الدعوة، كيقول لك يحفظ شي بركة، إما كيحفظ بعض الأدعية، كيحفظ بعض الآيات، بعض الأحاديث، راه فيها خير وبركة، فقط يكون الإخلاص، يكون الإخلاص في القول والعمل، وربي غيتقبل. شكر الله لك السي حسني وحفظك الله ورعاك الله، آمين آمين يا أرحم الراحمين. ونواصل أيها الأحباب الكرام، نواصل واللحظة نعود من الرباط إلى أسفي، معنا للا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور أنا عندي تقريبا جوج الأسئلة وعندي واحد طالب، الله يحفظك. مرحبا للا. سؤال أول هو دابا أنا اليوم كنت صايمة التاسع وكنت ناوية غنصوم التاسع والعاشر، ولكن ما كتبش هي نكمل هاد التاسعة، وبغيت زعما نصوم غير غدا العاشورة، يعني واش ممكن نصومها غير بحدها؟ واش عندي شي ذنب ولا ما عنديش، ولا ضروري خاصني نزيد نصوم نهار آخر من وراها؟ يعني ما نكذبش لك دكتور، واحد الظروف شوية قاهرة عندنا في العائلة، كنتمنى من الله تعالى يفرج علينا وليله جماعه. الله يفرج عليكم لالا. وانا غنقول لك يا دكتور انا عاود لك شنو واقع بالضبط، وكنتمنى ما يقطعش ليا المخرج، ما غاديش نطول انا غير تفضل يا بنت جوج دقائق يا دكتور. المهم وبغيت نسولك الدكتور على واحد الذكر قلتيه لينا وحفظاته لي واحد الاخت، الله يعطيها الخير ويعطيها ما تمنات، وراه ما عندهاش وليدات، دعي معها دكتور بالدريه الطيبه ان شاء الله لالا زهرة. هي سبحان ربي وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، صراحة ما كنتش كنعرف ليه وحفظاته ليا، وانا كنشكرك انت وكنشكرها هي وكنشكر الله تعالى اللي سخركم ليا. يعني الا قلتيها دكتور 100 مرة هذه الكلمة، الا قلتيها 100 مرة واش عندك فيها شي خير، ولا خاصك تقولها غير 3 مرات كافية؟ يعني زدتي 100 خطرة واش عندك شي أز أكثر؟ إن شاء الله يا ربي. ودكتور هذيك انا علاش انا اليوم فطار ما كملتش، لاني واحد ولد الاخ ديالي يا دكتور معليه ما بيه، مشد اختو كتصاوب في الحاله المدنيه مسكينه، كيطلع لها شي ورقات حطها في القياده ومشى، يعني مشى غيدير غير ليسانس واش غيدير، وخرج فيه واحد الكاميو دكتور. الله اكبر، لا اله الا الله. خرج فيها دكتور جا غيروه على داك الكاميو، تلاح في الطوطوار تصطدم مع واحد سميتو واحد البوطو ديال الضو، تخبط فيه جوج مرات، المهم طاح في الارض وتخبط فيه، تخبط عليه وتلاح واحد المسافه وضرب على راسه دكتور، يعني ضرب بزاف على راسه، وداروا لي عمليه دكتور، هو دابا راه في بيت خطر اليوم ليه 4 ايام دكتور، ما كيتحرك ما كيتحمل ما والو. لا اله الا الله. يعني انا اليوم كنت ناوي قلت لك نصوم وفطرت على قبل القضيه، لاني ملي قالوا لي صافي راه مازال باقي على الحال، خفت ولا يموت وما نشوفوش ويبقى فيا، واضطريت يا دكتور نفطر، حنتي ما نقدرش يا دكتور نمشي مع الحراره، وكندوخ بزاف يا دكتور مع الحديد، كيضرني راسي، عندي فقر الدم يا دكتور، ومريضه بالمعده وداك الشيء، اضطريت يا دكتور نفطر، صافي شربت تاع الماء ومشيت، وبقى فيا الحال، ما نكتبش لك زعما بكل صراحه، بقى فيا الحال اللي ضيعت هاد يومين. ما ضيعتي والو ان شاء الله، ما ضيعتي والو. بغيتكم يا دكتور، وكنطلب المسلمين داخل الوطن وخارج الوطن
يدعو لي مع ولد خويا تقريبا فايت 20 عام دكتور تقريبا عنده واحد 26 عام وكان دكتور فيصل في دويريته فيصل فيها مسكين واحد الوليد عيضحك داك الوليد عيضحك يعني شكرك غير بالضحك بقيت حداه زعما يعني فهمتي يعني قلت لك كما نقولوا حنا الضحك ضحوكي و ونشيط وقوت تبارك الله وداك ما عرفش داك العين دكتور اي العين حق شدت فيها دكتور كنتمنى خوتي المسلمين دعيو مع هاد الوليد راه مهم تقبل راه قطعت لنا القلب ديالو مني شافتو دكتور راه ميت بحال اللي ميت داير لي غير تنفس اصطناعي وكله خيوط كله خيوط في قشوش وفي نيوف وفي فمه فم غلفينو ليه بحال شي اللي لي الراس ديالو كيبان غير واحد شويه العوينات ديالو والفم ديالو ما كيتكفش ما شفناش شفناه غير من الدجاج دكتور شفناه غير من الدجاج لانه في الانعاش يعني اش نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله كنتمنى دكتور تدعو معنا من القلب كنتمنى من خوتي المسلمين يدعو معاه بالشفاء يا كانت رب الغالبة من عند الله مرحبا اللهم لك الحمد لا إله إلا الله وراني عايت لك دكتور قلب البارح بزاف ديال الناس كتكون صوني في الآخر ما جوهيني شافي والله لا إله معاك مع العشرات ديال الناس النهار كله ما وقع لي الضغط ما لقاش وقت فاش نشوف وليداتي والله سمحي لي بزاف لاله أم محمد وإن شاء الله نتمنى نتواصل معك الشريفة الله يحفظك والله يرعاك والله يبارك فيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كيقول لك لا ينفع حذر مع قدر هذا قدر الله رغم ان هذا السيد هذا الشاب ربما كان غادي كيسوق واخذ الحضر ديالو والشاحنه اللي جايه هي مولاها كياخذ الحضر ديالو ولكن لا ينفع حذر مع قدر هذا قدر الله تعالى حنا كنا غنغفر رحمته تمشوا في الخطر ونشوف الخطر وملي كتوصل لشي مكان كتقول حمدناك يا ربي وشكرناك اننا دازت الامور بسلام الانسان في الدنيا معرض للافات في اي لحظه ولعل ما اصابه يعني العين ايضا واقعه الانسان اللي كيكون في الحديقه اللي كويل لمن اشارت اليه الاصابع ولو بالخير كيقدر يكون الانسان منظور كتلقى ديما مبتسم وكيضحك وفرحان وسط الجماعه كيبان هو بحال الكوكب اللامع منظور كيتشاف هذا كيقدر يتصاب بالعين اذا كانوا الناس اللي كيشوفوه ما كيقولوش تبارك الله والصلاه على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله غيتصاب بالعين راه كيقولوا بان النص في الروضه راه ميتين غير بالعين لهذا الانسان اللي شاف راسه بانه مرصود وان العين غتصيبه خصو على الاقل يقرا كل يوم عند شروق الشمس وعند غروبها يقرا الاخلاص والمعوذتان قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات باش ربي سبحانه وتعالى يحفظه هو القدر لا يتغير الا ان القدر نوعين قدر مبرم وقدر معلق بسبب وربي كيغير القدر بالدعاء يثبت الله الذين آمنوا إلى أن قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله القدر وكيكتب قدر بالدعاء وبالتحصينات نكثروا من التحصين لوليداتنا وبنياتنا في السفر والحضار يكون دائر الذكر أيها الأحباب الكرام الوصية الذهبية ديما اذكر الله في الصباح وفي المساء ديما الذكر عندك الذكر تحصين راه بحال الفاكسان راه أنت كتكون محفوظ من الأذى راه دابا الانسان اللي كتعرض للاذى هكذا يعني العائله كلها كتحزن حزن عميق كاين اللي كتدمر كاين اللي كتخرب من الداخل كتفقد واحد الشاب وكيكون دابا الان في الانعاش ونطلب الله السلامه والعافيه نطلب الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يشافيه ويعافيه ويداويه اللهم تعالى في هذه الليله المباركه ليله الجمعه وإحنا في شهر محرم الحرام وفي عاشوراء اللهم شافيه وعافيه هذا الولد اللهم يا رب طبه في الغيب أنت طبيبه وأنت معالجه وأنت مشافيه رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي يا رب احفظه بالسبع المثاني واحفظه بالقرآن العظيم وهب له حياة متجددة أنت طبيبه وأنت معالجه وإذا مرضت فهو يشفين الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين ولالا ام محمد انت ما خسرتي والو انت كنتي صايمه هذا النهار هو سيدنا النبي قال لنا صيام عاشوراء العاشر اللي هو غدا الجمعه لكن لما سمع بان اليهود والنصارى يصومون العاشر قال لو بقيت من قبل لاصومن تاسعا فتوفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يدرك السنه فقالوا العلماء ماذا نصوم هل عاشوراء او تاسعا قالوا عاشوراء هو المقصود لذاته يكفر السنة الماضية وتسعى هو
بحال قلتي النافله المرتبطه بالفرد بحال ربي عز وجل وضعه لنخالف اليهود والنصارى، لان مله الاسلام هي المله الصحيحه والحقيقيه، ومله اليهود والنصارى كانت صحيحه وحقيقيه ودخلها التبديل والتغيير. فالانسان الا ما صمتيش هذا النهار ممكن تصومي الجمعه وتزيدي معنا، لان يكره افراد الجمعه بالصيام، اللي صام الجمعه يصوم يوما قبلها او بعدها. على اي حال انت ما ضيعتي والو، انت مشيتي باش تسد الرحم، مشيتي باش تواسي هاد الناس، ربما هاد العمل اللي قمتي به اجره وثوابه يفوق بكثير هاد الصيام، لان الخطوات لله وجبر خواطر الناس وتهدئه نفوسهم هذا اجره وثوابه عالي وعالي جدا. فاسال الله ان تقبل منك، وواظبي على هذه هذا الذكر اللي قلتي قبيله، هو جاء في هكذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. حتى إن الإمام البخاري رضي الله عنه في جامعه الصحيح ختم بها صحيحه، ختم صحيحه بدأه بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم بعد ذلك ختمها بهذه هذا الحديث. فلما نقول عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومن الكلمات كل خير، إذا قلت ثلاث مرات ثلاث مرات راه عندك الأجر والثواب العظيم. أما لزدت عشر مرات مئة مرة أكثر مئة مرة، كلما زدت في العدد كلما زاد لك الأجر والثواب. نتوسل جميعا بهذه الأذكار أن يشافي الله هذا الولد ويشافي جميع مرضى المسلمين، وإن لله وربنا هو الرحمن الرحيم. اللهم عجل بالفرج، اللهم يا ربي أنزل ألطافك الخفية. وهذا الأذان ديال العشاء الذي سوف يرتفع الآن، حان وقت أذان العشاء أيها الأحباب الكرام، حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي نرفع الأذان نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل. تقبل الله من الجميع، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا جميعا الصلاة، اللهم يا رب وفقنا لأداء هذه الفريضة في المساجد مع الجماعة، وارزقنا يا ربنا الإخلاص في القول والعمل. ونواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم وجدة، معنا للا سميرة. ألو ألو، السلام عليكم. ألو السلام عليكم الحاج، اهلا وسهلا بك، بارك الله فيك بنتي. انا خويا الحمد لله، لا بارك الله فيك، لاباس اخويا، بارك الله فيك الشريفه. عواشرك مبروكه يا الحاج كريبان، عواشرك مبروكه، وان شاء الله يدخل عليك هذه الايام ان شاء الله بالهنا والصحه والسلامه والرزق والملكنا الله يشافيه. اللهم امين. الله يطول عمره يا رب، الله يخليه لينا والاسره العلويه يا رب، وجميع المغاربه والمسلمين كاملين. امين يا رب. الله يعطيهم السعاده والهنا والسلامه ان شاء الله. يا كريم يا رب، يا رب يا رب يا كريم، شكر الله لك، شكرا لسميره للدعوات الصالحات. خويا الحاج بغيت نسولك زعما الصيام ديال واش لي صوم عشرار يعني غدا، اييه يعني واش يجوز ولا اييه لا ولا لا ولا خاص تصوم نهار من بعده؟ نعم لاله سميره، خاص انا نقدر نصوم غدا يعني ان شاء الله. ان شاء الله لاله سميره، الله يلك كتب الله باذن الله. وخويا كريدان الله يخليك دعي معايا، انا قلت لك انا ديك المره بلي مريضه بمرض الروماتويد وراني يعني مريضه بزاف يعني ما نقدرش نتمشى. يا تخي قريبا الله يفرحك يا رب، يا رب. انت رجل صالح ومؤمن وانت والي. استغفر الله، استغفر الله، الله يحفظك الله سميره، الله يحفظك ويرعاك، الله يحفظك ويرعاك، الله يشافيك ويعافيك، الله ينورك بنور الله. لاله سميره انت مريضه والناس يلاه صلينا العشاء وهذه الجباه الساجده وهذه الايادي المتوضئه وهذه القلوب الطاهره، يا رب بحق من ركع وسجد وحق من طاف حول البيت وقبل حجر الاسعد، يا رب لاله سميره اللهم شافيها وعافيها، اللهم جبر عظمها، اللهم جبر عظمها، اللهم جبر عظمها، اللهم قوي شكيمتها، اللهم قوي شكيمتها، اللهم طبها في المنام يا ربي وهي نائمه
في جوف الليل أنزل عليها الرحمات والبركات والعناية الإلهية حتى تستيقظ صباحا وترى بأن الأذى قد زال عنها كلية. يا ربي تشافيها وتعافيها وتطول لها العمر وتزكي لها العمل وتسعد القلب ديالها يا رحمن يا رحيم. قولوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي يا كريم. للا سميرة، هذا الصيام المبارك ديال عاشوراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في فضله؟ قال: من صام عاشوراء أحتسب على الله تعالى أن يغفر به السنة الماضية، يعني سنة كاملة تغفر، وهذا من رحمات الله. الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. الله تعالى كيبغي يتجلى على عباده بالرحمات. تصور سنة بكاملها من الذنوب والخطايا والتفريط والغفلة، الله تعالى كيمحي كل السيئات، وكتعود السنة كلها في غير الحسنات، في غير أعمال الطاعات، في غير المبرات. هذه نعمة عظيمة. فالإنسان يصوم عاشوراء. عاشوراء صادفت هذه السنة الجمعة، لكن سيدنا النبي ماذا قال؟ قال إن بقيت من قابل لأصومن تسعة، لو قلت العام المقبل غنصوم تسعة. لكن سيدنا النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى، والعلماء بقوا محتارين كيقولوا واشنا غنصوم عاشوراء ولا غنقوموا بفعل النبي بقوله أو فعله. هو فعله صام العاشر، وقوله قال لأصومن تسعة. فمنهم من قال نأخذ بالفعل، ومنهم من قال نأخذ بالقول، ومنهم من جمع بين الحسنيين، قال نصوم التاسع ونصوم العاشر. الآن وقد جاء العاشر بالجمعة، بعض الناس ربما مع الصيف والحرارة وصعيب عليهم باش يصوموا، كيبغي يختار نهار واش يصوم التاسع أو العاشر. إذا صمت التاسع فقط لك الأجر والثواب على قول سنة النبي، السنة القولية. إذا صمت العاشر اللي هو الجمعة أيضا لك الأجر والثواب السنة الفعلية. إذا جمعت بينهما لك الأجر والثواب المضاعف، أجر عظيم. أما من تعذر عليه أن يصوم التاسع فليصوم العاشر. والعلماء قالوا يكره أن نفرد الجمعة بالصيام، نصوم يوما قبلها أو بعدها. فاللي يقدر يصوم قبلها أو بعدها له الأجر والثواب. من تعذر عليه بيصوم غير الجمعة، هذه حالة استثنائية، هذه حالة غير عامة، هذه حالة خاصة، هو أن العاشوراء جاء في يوم الجمعة، فإن صام الجمعة وأفردها بذلك فلا حرج عليه، لأن هو غرضه تحصيل الثواب ورضا الرحمن. والله تعالى يوسع على عباده المؤمنين. أسأل الله الكريم أن يتقبل منك ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك. اللهم أمين، اللهم أمين يا أرحم الراحمين. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ونواصل أيها الأحباب الكرام، واللحظة نتحول إلى إقليم تازة. معنا للا لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا عمي قريبين، كي داير لاباس؟ صحة كلشي مزيان الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. الحمد لله. عمي أنا بغيت الدعم معايا دابا حنايا في العائلة في الدار، يعني ما بين الأخوات والأم والأب، يعني كيدغي كاينو ضمن المشاكل على يعني شي حوايج بساط، يعني الدار ديما هكا صداعي على شي حاجة غير أمور تافهة. لا إله إلا الله. وبغيتك الدعم مع واحد خويا ما خدامش وكيدخن، يعفو عليه الله إن شاء الله. يا رحمن يا رحيم يا رب. ويسهل علينا الله. أنا واحد الأخت ديالي قارين واخدي الإجازة وما زال ما سهلش علينا الله، يعني ديما كان دفعو ذاك شي وما زال ما سهلش علينا الله. يا ربي يا كريم، الله يسهل عليكم يا ربي لبنى. يا رب يا بنتي بإذن الله، حافظك الله ورعاك. شكرا لك يا لبنى، شكرا لك. شكرا. والدعم واحد الأخت ديالي هذه 11 عام ما ولدت، الزواج 11 عام ما زال ما ولدتش. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم يا ربي يا بنتي يا ربي يا كريم. لبنى، ربي سبحانه وتعالى عندنا طريقتين للوصول إلى الأهداف والأغراض. عندنا الطريقة الأولى المتعارف عليها، هي أننا نخطط ونفكر ونبرمج ونتخذ الأسباب. هذه الطريقة المعتادة المعروفة الوضعية عند الناس كلهم. وعندنا الطريقة الثانية لما نشعر بالعجز ولما نطرق الأبواب كلها نلجأ إلى من؟ إلى رب الأسباب. ورب الأسباب أعطانا واحد المفتاح عظيم اللي هو الدعاء. قال لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
الأسرة ديالك داخليا عندها هذا التوتر النفسي، هذا القلق، هذا التصادم. هذا طبعا ناتج عن أسباب. المفروض أن الأسرة كتكون مستقرة، فيها مجموعة من الأفراد، الأب والأم والأولاد والبنات، المفروض أن تكون فيها المودة، تكون فيها الرحمة، يكون فيها الطمأنينة، تكون السكينة. هذا المفروض. لكن مع الضغوطات ديال الحياة والمشاكل المتراكبة، كتلقى إما الفقر من جهة، إما كما ذكرتي عندكم الإجازة وما خدمتوش، هذه بوحدها كتخلي الإنسان كيشعر بالحزن وبالهم. الأخ ربما كيدخن لأنه متوتر، لقيتي كيدخن عارف بأنه غضوب وكيبغي يبرد عن طريق هذا التدخين. كل واحد إلا وكلقوا بأن الجو العام متوتر. كيف نجعل من هذا الجو العام المتوتر نجعله بأنه سعيد؟ غنبداو بالتدرج، بالاستعانة بالله، نطلب الله تعالى أنه يرفع عنا العنت. كنبداو بالدعاء، اللهم ارفع عن أسرتي العنت. وكنحاولوا ما أمكن في بين الأسرة نحاولوا نهدنوا الانفعالات. داك اللي كينفعل بزاف كنردوا عليه بالصبر والصمت. إلا كان هو منفعل ما نردش عليه بالانفعال، لأن الانفعال زائد الانفعال كيؤدي إلى شعل اشتعال نار الغضب. وإبليس كيقلب دائما، إبليس غرضه هو أنه يثير الفزع ويثير القلق والاضطراب داخل الأسرة. إبليس كل صباح يبعث ذريته كيقول لهم انتشروا، فينتشرون مثل الذباب، ينتشرون وكل أسرة دخلوا لها كيقلبوا على العنصر اللي هو يا ضعيف، اللي كيتقلق بسرعة، اللي هو كيقولوا فزعي، كيتصلوا به وكيبدأوا دائما يوسوسون له وكيدير الصراع. على أقل حاجة كيفيق في الصباح الباكر كيفيق هو خاسر، تحاجة ما عجبه. المفروض أن الإنسان من اللي فيق في الصباح الباكر كيفيق بابتسامة وكيقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إن نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. ثم ملك استيقظ كيغسل وجهه، كيتلقى مع أفراد العائلة، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، كلمة زوينة كيفرح بها القلوب ويبقى مبتسم. إلا قال كلمة سيئة ولا كان وجهه مكشر أش كيوقع؟ كيوقع انقباض. الإنسان الابتسامة هي المفتاح، داك اللي كيبتسم كيطلق واحد لازون، واحد بحال قوس قزح من الفرحة والسرور، كيفتح القلوب ديال الآخرين. إلا فقتي وانت مبتسم وانت وجهك مبشور. أما اللي كيفيق في الصباح الباكر وجبينه مقطب وكلامه جارح وتحت ما عجبه، هذا كيقول إبليس هذا هو اللي كنقلب عليه، هذا هو الورقة الرابحة وسط المجموعة، غادي نبقى نغزو باش يتقلق على أي حاجة. وكتلقى هكذا واحد في الفطور وضع الكاس، مال هذا درتي هذه الحركة، علاش قمت بهذه الكلمة، أبسط الأشياء. فأنا كنقول بأن إبليس معنا، أش خصنا نديرو؟ الدار ديالنا نحصنها بماذا؟ إلا شفنا فيها التوتر كنحصنوا الدار، كنحصنوها بماذا؟ بتلاوة سورة البقرة. دايما الدار ديالنا كيف كنحصنوها؟ بالنظافة، كنعاودوا الصباغة، كنعاودوا الأفريشة. أيضا نحصنوها بالتحصين، بماذا؟ نقرأوا البقرة، سورة البقرة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة في البيت لا تدخله البترة، يعني الأرواح الخبيثة. ملي كيبغي يدخل داك إبليس بس يوسوس من أفراد الأسرة والعائلة كيلقى البيت محصن ويرجع. اللي شق عليه يقرأ البقرة، الآن عندنا وسائل ديال التسجيل، إما في الهاتف، في التلفاز، في الكمبيوتر، يتلقى سورة البقرة تسمع. اللي تعذر عليه والقلق قدر الله، لقى الغضب، قال عائلة فاقش واحد من العائلة خاسر، كلمة جوج كلمات بدا كيدير النزاع، اش غندير ديك اللحظة؟ غنرفع الأذان، نرفع الأذان، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. نقول الأذان لماذا؟ لأن الأذان حينما يرفع إبليس ومن معه من الجنود يضعون أصابعهم في آذانهم ويفرون من ذلك المكان، كيهربوا ما يبقاش، لأن غير تشوف النزاع وسط أفراد الأسرة والعائلة عرف بأن إبليس راه معنا. أوكي الله يسترنا ويستركم، بعض العائلات عندهم إبليس وجنوده سكن معهم، يعني عشش لداخل ولا بحلك النسيج العنكبوت داخل البيت جالس معهم تما، ديما الصراع، ديما النكد، ديما الاصطدامات. هنا العاقل فينا في الأسرة
غيكون دائما متوضئا، يكون دائما ذاكرا، يكون دائما عندنا واحد المبدا كنتربوا عليه اسمه جبر الخواطر. جبر الخواطر هذا من اعظم اللي بغى الاجر الكثير، الاجر الوافر هو يكون فيها الصفه جبر الخواطر. غتلاقى مع افراد الاسره او العائله واحد مقلق متوتر، انت ديما طيح، ديما خليك صبور، ماشي ضعفا منك، هذا هو منتهى القوه، انك كتضغط على نفسك وكتكون صبور وكتحاول ما امكن تكون مع الموده والرحمه. ما تقولش كيف كيقولوا الفرنسيون ترو بون ترو كون، لا، هذه لما غتقرنها بالاخلاص مع الله تعالى والنيه مع الله غتكون ديما بون، ما كاينش ترو كون نهائيا، ديما غتكون ممتاز، غتكون مبرور وعندك الاجر والثواب. فنطلب الله سبحانه وتعالى بنتي لبنى، العائلة ديالك يا ربي جميعا، الله يجمع الشمل ديالكم، الله يألف بين القلوب، اللهم تعالى ينزع من النفوس حد الشيطان ويملأها بمحبة الرحمن يا ربي. الأخ الله يهدي الطريق المستقيم ويقلع عن التدخين ويلاقي الله مع الصالحين والأبرار والأخيار. ونطلب الله الأخ ديالك اللي هي 11 عام منجبات، نطلب الله يبشرها في هذه الليلة المباركة بحمل قريب، الله يبشر بحمل قريب ويرزقها التوأم الذكر والأنثى ويكونوا سالمين في خلقتهم ومباركين في سيرتهم. وأسأل الله تعالى أنت والأخ ديالك اللي عاطلين بعد الإجازة أن يفتح لكم الله تعالى باب الفضل ويعطيكم واحد العمل مبرور ويوفي رزق كثير وتعب قليل في القريب العاجل. أسأل الله تعالى اللي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، الله يجمع الشمل ديال العائلة ويحقن النفوس والدماء ويجعل المحبة والمودة ويرفع الله الدرجات ديالكم إلى أعلى عليين. وكل من قال آمين، أسأل الله تعالى أن يحفظ عائلته وأهله وأحبابه. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين. نواصل أيها الأحباب الكرام واللحظة إلى الرباط، معنا لالة خديجة. سلام عليك يا عمي، كي داير؟ لاباس عليك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لالة خديجة. كي داير؟ أهلا عمي، كي داير مع صحتك عمي؟ كي داير مع شي عمل؟ كي دايرين الوليدات؟ الحمد لله بنتي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، دا الصحة ديالك. الحمد لله عمي، نرضى الله سبحانه وتعالى عمي، حز مبرورة عمي، فعلا مشكورة عمي. بارك الله فيك يا بنتي. الله يعطيك عمي الصحيحة ديالك، والله يطول لك عمي العمر، الله يحفظ لك وليداتك يا عمي. يا رحمن يا رحيم يا بنتي، بارك الله فيك. ولانك عمي ما تحب معايا عمي المريضة النفسانية، أنا عمي والله ما كنصلي عمي، ما كنقدر لا والو، واخا نتوضا وكل شيء عمي، والو تنجلس والو، ما تنسى صافي ما نصلي لا والو عمي. أش كتشعري يا بنتي خديجة هذا المرض النفساني، أش كيوقع لك فيه؟ والله نفساني عمي، راه كنضرب راسي عمي، والله راسي كنضربو مع الحيطة عمي، ونضرب رجليا، نضرب حالتي عمي، ونعاد في رجليا عمي، عندي مرض نفساني عمي. بنتي شفتي مع الطبيب درتي شي تحليلات سكانير؟ مشيت عمي، لا مشيت تبعت مع الطبيب النفساني، ولكن مع واحد الدواء تنشري وداك الشيء مع هذيك المرة، حيت تعاونت معايا هذيك المرة، صافي سالا ليا وأنا نحبس عمي، ما عندي اللي يشري ليا والو. اش قال لك الطبيب؟ واش هذه بيليبسي؟ واش هذا صراع؟ شنو هو اللي وقع المرض؟ لا عندي انت عمي هذاك الشيء مرض نفساني ومخلط ليا معاه وسواس. الله اكبر. ولا سائل عليك عمي، راه معايا ديك المجموعه ديال اخويا زواج ديال الشجرات المكتوبين عمي، راه كنت مع عمي هذيك الشجره ديال الهلال المكتوبين باري عمي، واحد الاوديو ديالي عمي راه رميته عمي، الله يرحم الوالدين يا رب. كانوا شي محسنين عمي ولات يساعدونا عمي، معنا ومعنا عمي حيت بناتي عمي ومعنا حد. الله انقطع الخط. واخا بنتي خديجه، لالا خديجه هاد البنيه هي من الرباط، هي اصلها من الجنوب، وكانت من قبل حكات لنا على القصه ديالها، انها كانت كتشتغل في البيوت كخادمه، العائله ديالها فقيره، دفعوا بها وهي صغيره، انقطعت عن الدراسه، مشات خادمه في البيوت عند بعض العائلات، ولكن كتقول بانهم تعاملوا معها بشده وكانوا كيحملوها فوق ما تطيق، يعني طفولتها لم تستمتع بها وعانت المعاناه الشديده، وبعد فتره من السنوات تاع المعاناه بدا كتبان في هذه الاعراض، كتشعر بالنفسيه ديالها مريضه للغايه، وكما سمعتم هذه الحاله ديالها، وهي من عائله فقيره جدا كتسكن بالرباط. طريقه المساعده الله يجازيكم بألف خير هي الدقوا على ديك القناه اللي كنقولوها ونعاودوها، هي قناه هلال للمكفوفين على اليوتيوب،
قناة هلال للمكفوفين أو قناة أمل للمكفوفين، هذه خاصة بالناس اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصة. راه كنطلبوا منهم كل واحد يدير فيديو ديالو ويدير الرقم الهاتفي، وكنطلبوا من السادة اللي يبغوا يساعدوهم يعني بدون أي واسطة، كتصل به مباشرة من ذاك الهاتف ديال ذاك السيد اللي محتاج وكتعطيه المساعدة. هاد الأيام المعظمة اللي هي شهر محرم ديال الزكوات، هاد الناس محتاجين. أول شيء محتاجينه هو محتاجين دواء. ناس كينتموا إلى أسر فقيرة جدا، محتاجين الدواء، تصل بهم مباشرة وأعطيهم ديك البركة من يدك اللي يديهم دون أي وسيطة. الاحتياج الثاني اللي محتاجين ليه هو الهاتف النقال. واحد العدد منهم حصلوا على بعض الهواتف النقالة، ولكن العدد الكبير منهم مازال راه منتشرين. إلا قدر شي واحد هكا الهاتف النقال كيكون كوسيلة للاطلاع على العالم الآخر والتواصل فيما بينهم. وكاين فئات أخرى اللي غلبتهم المعيشة، يعني الطعام والشراب وغلاء الأسعار، يعني الموظفين وكيشعروا بأنهم متعبين. فما ظنك بهؤلاء ما عندهم حتى شي وظيفة ولا أي مدخول، يعني كنساعدهم على لقمة العيش الحلال الطيب. ثم عندهم ظروف أخرى، كاين اللي متزوج وكاين اللي باغي يتزوج ولكن ما قادرش، كاين اللي كبر في السن وبغى يتزوج وما قادرش يتحمل المسؤولية، وكاين خصوصا اللي فيه من المعاناة العنصر النسوي. كتلقى واحد المجموعة ديال الفتيات عندهم 45 عام 50 سنة وزيادة ما تزوجوش، والوالدين كبروا والخوت تفرقوا، هادو هما اللي كيشكلوا المعاناة الشديدة. فهؤلاء حنا قلنا لهم كل واحد يسجل الحالة ديالو، يوضع في ديك القناة ويوضع الرقم الهاتف ديالو، وأهل الخير اللي بغي يساعدهم بطريقة بسيطة جدا لا تحتاج إلى أي، هو يتواصل مع ديك القناة، يكتب هكذا في قناة هلال للمكفوفين أو قناة أمل للمكفوفين، غيطلع على هاد الناس، غياخذ الهاتف، غيتحاور معهم، غيدي معهم ويجيب في الكلام، يعرف الاحتياجات ديالهم ويساعدهم مباشرة، ولكم الأجر والثواب. كاين الاخ جواد اللي قلت من المحمديه، هو المنسق، هو توا مكفوف ورجل قلبه كبير وكيحاول ما امكن يساعد الجميع، وهذا اداء جهد المقيل في انتظار ان الحمد لله العمل الحكومي في بلادنا العزيز انه يوفقهم الله تعالى لواحد الاختيار لتقديم المساعده لهذه الفئات الفقيره المعوزه. حنا راه مازال كننتظروا الوعود الجميله اللي سمعناها في البدايه ديال الحكومه والشعار الكبير اللي رفع اللي هو الدوله الاجتماعيه. حنا عارفين كاين اكراهات، كاين سوق عالميه فيها الغلاء ديال الاسعار، كاين تداعيات الحروب اللي معروفه ديال اوكرانيا وروسيا، كاين تداعيات المتبقيه ديال كورونا، كاين اسباب اخرى ديال اللوبيات، ولكن رغم كل هذه التحديات كنتمنوا على الله تعالى من العمل الحكومي أنه يخطو خطوات إلى الأمام لصالح هذه الفئات الضعيفة والمحتاجة، وإن شاء الله تعالى يتم سن قوانين اللي فيها تضامن وفيها تكافل، وحنا على يقين بأن الناس كيخدموا وباغين يوصلوا للخير، ونطلبوا الله يعاونهم، اللهم تعالى يعاونهم باش يوصلوا إلى بر الأمان، باش إن شاء الله تعالى يكونوا ناجحين في هذا العمل ويعم الخير على الجميع. فشكرا لك يا بنتي خديجة، حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله تعالى. والأحبة الكرام، خلال هذه الحلقة سمعنا مكالمات كثيرة لأحبة من مختلف المدن والأقاليم المغربية، سمعنا معاناة. هناك من عنده أمراض جسدية، هناك من عنده أمراض نفسية، هناك من يعاني من الفقر والحاجة، هناك من عنده ديون، هناك من عنده مشاكل عائلية، كل ما عنده زهر، كل محقور، كل يقلب على كيف نواجه هذه الحياة وصعوبتها. نختار طريقا سهلا ميسرا ومضمونا ومباركا لتكون حياتنا أفضل، ونكون إن شاء الله تعالى سعداء مطمئنين، و ربنا يتولانا بالعناية والرعاية الكاملة. آية قرآنية فيها سر رباني، يقول فيها المولى عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه الآية على قصرها
وعد الله تعالى بأن يعطي فيها الكثير. أول شيء يعطيك الله اللطف، وألطاف الله كثيرة، لطفه بالعباد سابل، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، يعطيك الله الرزق المال، يعطيك الله العطاء من عنده، والرزق ليس فقط المال، هو صحة وعافية وبركة في الأولاد والعائلة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يعطيك القوة في البدن وفي النفس وفي العلم، ويعطيك العزة بين المخلوقات في الأرض وفي السماء. هذه الآية أيها الأحباب الكرام، ما إن تشعروا بأنكم مغلوبين على أمركم اقرأوا هذه الآية وادعوا الله تعالى باسم اللطيف وسترون العجائب. هيا بنا جميعا نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل وندعوه باسمه اللطيف، ونقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا رب العالمين ألطف بنا فيما جرت به المقادر، اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادر، اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادر. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نسألك اللطف الواسع والسابل، اللهم ألطف بنا أجمعين في تيسير كل أمر عسير، اللهم ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا الله، يا من لطفه بخلقه شامل، يا من خيره لعباده واصل، يا من ستره على الكل سابل. اللهم يا الله أخرجنا يا رب من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم لا فرج إلا فرجك، لا لطف إلا لطفك، فرج عنا وعن كل مغموم ومهموم ومكروب. اللهم يا رب ألطف بنا أجمعين، ألطف بنا أجمعين، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمنا مما نخاف، أمنا مما نخاف. يا لطيف يا عليم يا خبير، يا الله يا الله، اللهم يا من سبحت له السماوات بأكنافها، والبحار بأمواجها، والجبال بأصدائها، والحيتان بلغاتها، والنجوم في السماء بأبراجها، والأشجار بأصولها، والسماوات السبع ومن فيهن، والأراضين ومن عليهن. اللهم الطف بنا أجمعين. اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي، يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي، يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي. اللهم يا رب ارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية، ارفع عنا المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، أنت أقرب من كل قريب، أنت أكرم من كل كريم، أنت أجود من كل جواد، وأنت ألطف من كل لطيف. يا رب نسألك بحق اسمك اللطيف يا رب العالمين أن تسخر لنا من خلقك ومن الأسباب دائما ما نقضي به حوائجنا وندفع به عنا كروبنا، وينجينا ممن ظلمنا وعادانا. يا رحمن يا رحيم يا رب، كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء، اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تلطف بنا يا رحيم، اللهم ألطف بنا يا كريم، يا مسخر السماوات السبع والأراضين ومن فيهن، سخر لنا من يعيننا ويساعدنا على فعل الخيرات والبركات يا ربي ببركة اسمك اللطيف المكنون. يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك اللهم أن ترحمنا أجمعين، وتيسر لنا أجمعين، وتسخر لنا الطيبات في كل مكان. اللهم بحق قولك الله لطيف بعباده
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نسألك يا غفور يا عفو يا حنان يا منان أن تفرج كربتنا وأن تؤمن روعاتنا وأن تتجاوز عن زلاتنا وأن ترحم أولادنا وبناتنا. اللهم نسألك أن ترزقنا رزقا حسنا وتشافي مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم يا رب العالمين نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة نصوحة يا رب العالمين. اللهم يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إني متوسل بلطفك فالطف بنا يا لطيف لك اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف فها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف. اللهم يا رب العالمين يا من تعلم ما تكن الصدور يا من اسمه العزيز الغفور، نسألك بحق الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور أن تلطف بنا في كل أمر مقدور. يا عزيز يا غفور يا من إليه تصير الأمور، اللهم عجل لنا بالفرج. اللهم يا لطيف يا لطيف لك اللطف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا رب لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا مما نخاف. يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعباده واصل، اللهم اجعل أفضل الصلوات وأزكى البركات والتحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين. أيها الأحباب الكرام أكتروا من اسم اللطيف وسترون العجب العجب، كل حاجاتكم مقضية، كل أغراضكم إن شاء الله موصولة. قولوا الله لطيف بعباده، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وسترون العجب. هيا بنا جميعا نناجي الحق تعالى ونقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.